هذه معناتها كريزة نتصورها معناتها كريز بريفيزيبل فهمت في المنع نتاع الانتداب الناس كل قوية تحنا لا في فيزيكمون الناس كل قاعدة تشوف اللي ثم مشكل بدني معناتها وهذا معناتها يتجاوز الرياضية يتجاوز الإطار الإداري ما نحبش نحمل المسؤولية ما طريقة عمل معناتها هو حتى المدرب كي جاء معناتها فوجئ باللياقة البدنية المتدنية نتاع اللاعبين وانتم قاعدين تشوفوا فيها فهمت دونك ثم مشكل يلزموا يتصلح بالموين دوبور معناتها ما يلزم جمهور النادي الافريقي ينسى اللي معناتها على المستوى الفني طبعا بعد نجيك المستوى الاداري ما يلزموش ينسى اللي الجمعيه هذه الجروب هذه باش نكملوا بها سيزون باش نبداو بها سيزون جاي اذا ما ترفعتش ما تعرف المنع من الانتداب سي بور دو سيسيون الشتاء والصيف دونك يلزمنا الملاعبيه هذوما نحطوهم ان كونفيونس هنا نجيك للفولي الثاني اللي خلى الهيئه معناتها تلقى روحها عاجزة انتر قيمين هتصلح الجانب الرياضي وهو الحجم الكبير متاع الديون معناتها اليوم جمهور صحيح جاء وكشفته معناتها ومش غريب عليه جمهور النادي الافريقي بعد غدوة الهيئة المديرة لازمها تخلص 1.4 مليار وسبعة ايام اخرين لازمها تخلص 1 مليار معناتها قاعد تشوفه في الحبل على الجرارة المشاكل هذه كل ما تخليش حتى هيئه راه ما ثم حتى هيئه تنجم تخدم دون سيرينيتي اذا عندها المشاكل هذوما الكل الجمهور متغشش عنده الحق دورنا ان نفسروا له معناتها اللي الغش نتاعو معناتها الغش نتاعو معقول لكن زاد يلزمنا نتفاهموا معناتها ما يلزمناش ننساو المجهودات الكبيره اللي عملوا فيها اعضاء الهيئه المديره حمزه الوسلاتي مجدي الخليفي الرئيس ما رايش نقول لك معناتها الغش مفهوم ومقبول لكن زاد مشيره الاخرى فما واجب نتاع واحد يكون رزين واحد يكون معناتها قد المسؤوليه وما يصيبش الجمعيه معناتها اذا كان المسؤولين اليوم راهو ما جاوش مش خاطر هاربين وانما احتراما للجمهور اللي متغشش منهم وبتاتر معناتها سي تنسيني دو ريسبي اكثر منه تخلي معناتها ناس قاعده تتبع موجود انا معناتها الرئيس وبقيه الاعضاء معاهم بالتليفون كل دي مينوت معناتها الجمهور نتاع النادي الافريقي تحكي معاه يفهم مجدي الخليفي مش انا باش ندافع عليه ومش انا باش نتهمه مجدي الخليفي عضو هيئه مديره منتخب قاعد يخدم الجمهور بتاتر متغشش على لانه الديون هذه هي من رواسب الماضي ويعتبر انه معناتها مجدي الخليفي من المسؤولين السابقين اللي كانوا متواجدين من ابرز مسؤولين مع سليم الريح هذا هو الغش افيك لو طون افيك لو ترافاي اللي قاعد يعمل فيه تو الجمهور يفهم اللي معناتها اي انسان غلط ينجم يصلح فهمت عادي عادي ما يلزمناش نركزوا برشا على الغش على المسؤولين هذه هيئه منتخبه تو تجي جلسه عامه هاو حسب القرارات الاخرانيين تتحاسب اذا الجمهور راى انها ماهيش صالحه تو تتحاسب وكهو معناتها ما يلزمناش نركزوا برشا على مسؤول تغشوا عليه يتغشوا اليوم يتغش عليك غدوه يغني باسمك.